انا مش جاي اودعك، ومش عشان اقولك انك لو سافرت الدنيا هتقف والبيت هيتهد. انا جاي عشان افكرك بميراثك. دي رملة سينا، جدودك دمهم مخلوط بالرملة دي، حرب 48 و 56 ودمنا كمان لما اتصبت في حرب الاستنزاف وفي 73. خالد، انا نفسي يا ابني ما تسافرش، تفضل معانا هنا وما تهربش. بابا انا مش مذنب عشان بفكر في مستقبلي، انا لو قعدت هنا 100 سنه مش هقدر اعمل حاجه. من فضلك سيبني اسافر، يمكن اقدر احقق اللي نفسي فيه. لو فاكر انك هتلاقي هناك اللي مش موجود هنا تبقى غلطان، خصوصا لما يبقى واحد زيك مسافر من غير هدف مش عارف رايح يعمل ايه. انت يا ابني بتجري ورا سراب وهم معاش في دماغك. بابا من فضلك سيبني اسافر واجرب، وانا هتحمل مسؤوليه قراري، حضرتك ربيتني على كده. يا ابني القرار ده مش كلمه بتتقال، ده موقف، موقف وتخطيط وتضحيات عشان القرار ينجح. القرار ده ممكن يبني امه وممكن يهدها. الحرب لسه شغاله يا استاذ، وحرب قذره، ارهاب واشاعات وفوضى، عايزين يغرقونا في الفوضى عشان يكسرونا. خليك فاكر ان في شباب زي الورد بيموتوا كل يوم عشان احنا نعيش. نقول لهم ايه الشباب دول؟ نقول لهم حاربوا انتوا وسيبونا احنا نهاجر عشان نبني مستقبلنا؟ مستقبلك هنا، البلد دي عايزه الشباب اللي زيك، شباب يدافعوا عنها وشباب يبنوها. جد جد لو شفت الكاب حلو عليا ازاي؟ جميل. شوف يا حبيبي، انا مش هقول لك تعمل ايه، بس اللي بيتخذ قرار بيتحمل مسؤولية قراره. فده تقييد محمود، يعني ده فيلم محمود جدا، ده فيلم روائي، والفيلم الروائي ده فيلم القرار الحقيقة اللي تابعناه بالأمس خلال الندوة الثقافية 29 للقوات المسلحة. دي أول مرة بيعرض فيلم روائي داخل الندوات الثقافية أو التثقيفية للقوات المسلحة. والفيلم امبارح اتكلمنا عنه اكتر بالتفصيل، والنهارده اشرنا ليه برضو، والمقطع ده يمكن يبين فكره الشاب المصري اللي موجود في كتير من بيوتنا، اللي بيقول لك انا عايز اسافر، يا سيدي انا بحب بلدي وكل حاجه بس انا ماليش مستقبل هنا، انا ده قراري وانا متحمل مسؤوليه القرار ده وانا لازم اخد التجربه دي ولازم اسافر. الاب بقى اللي بيتكلم، الاب اللي بيحاول يقنع، الاب اللي بيقول له خلاص سافر وشوف انت ونصيبك. في النهايه دي قصه موجوده في بيوتنا. خلونا نتكلم اكتر عن القرار، ونتكلم عن فكره القرار قرار جت ازاي مع مخرج هذا العمل الاستاذ عبد الجواد ابراهيم مخرج الفيلم. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك، مبروك على فيلم عرض بالامس. شفنا فيه مش تمثيل قد ما كان احنا كده، يعني بيوتنا واصحابنا والحوارات اللي بين الاب وابنه. فعلا هو ده اللي كان مقصود من الفيلم، يعني هو ده اللي كان مقصود من بدايه الفكره. يمكن إدارة الشؤون المعنوية المرة دي فكرت تفكير محمود، يعني إن هي تعمل فكرة مختلفة، وهيبقى هدفهم هو الشباب. يعني هم كل سنة بنعمل وبنتذكر أكتوبر، ولكن برضو هم في بعض من الشباب يعني الصغير شايف، هو زي ما الرئيس امبارح قال احنا ممكن نسمع كلام بس ما نستطعموش لاننا ما عشناهوش. صحيح. فهتلاقي يعني انا مثلا اعرف ناس شاركت في حرب اكتوبر، مجرد ان هو بس بيشوف مشهد او بيسمع مزيكا بتفكره بحرب اكتوبر بيدمع. لو انا ترجمتها بشكل سطحي هقول الراجل ده مأفورها يعني، لكن هو الراجل بيستدعى أو بيستدعي جواه لحظات مهمة في حياته. طبعاً. وده حصلت في الفيلم، يعني هو الراجل ممكن من المفارقة برضو الغريبة في الفيلم أن معظم أبطال الفيلم شبه حقيقيين، مش عايزين نقول حقيقيين، يعني الأستاذ أحمد فؤاد سليم هو بالفعل شارك في حرب اكتوبر. صحيح. وعلى فكره دي معلومه ناس كثير ما تعرفهاش، انه ضابط بالفعل، ضابط سابق، يعني وشارك في حرب اكتوبر. عنده حكايات وذكريات من الحرب تنفع مش فيلم بس، تنفع سلسله من الافلام يعني. جميل. يعني لما واحنا قاعدين في اللوكيشن كنا نقعد بنجهز للمشهد، يقعد يحكي لنا يقول المشهد ده فكرني بكذا،
ويقعد يحكي لنا مشهد. كان سلاح ايه يا استاذ عبد الكريم؟ كان اشاره. هو كان إشارة. سلاح اشاره. وحكى لنا يعني انا شخصيا تحمست الفكره من الافكار بتاعته وقلت دي فيلم سينما عظيم. من الافلام اللي ممكن بيعملها رامبو والحاجات اللي بتتعمل في السينما الامريكيه. بل القصه نفسها هي اعظم من الحاجات التانية لانها حقيقه كمان. حقيقه وقصه فيها بطوله وقصه فيها يعني تفاصيل كتير جدا في حكايه الشخصيه المصريه يعني بترصد لان فعلا تقدري تعرفي اي شعب تعرفيه في الظروف الصعبه. طيب تعرفيه في وقت الحروب. نتكلم عن بعض التفاصيل كده عن فيلم القرار. لما اتكلموا معاك الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه وطلبوا منك هذا الفيلم، فكرت ازاي؟ ربطت خطوط العمل ازاي؟ ليه اخترتوا اسم القرار؟ الابطال بقى كلمني عنهم، حتى يعني ابن على فكره احنا واحنا عايزين قلنا ايه ده ابنه حقيقي؟ اصل في برضو الحته دي في الرابط ده وبيكلمه بالاحترام. وبالمناسبه يعني هو كريم اللي هو ابنه. هو ابنه في الفيلم. هو ممثل هو ده كريم عبد الجواد ممثل. ممثل من الشباب يعني. وهو لسه من شهرين بالتحديد مخلص جيش وثلاث سنين وفرح في سينا، فكان ضابط. طبعا. فبقول لحضرتك يعني انا دايما ممكن بكرر الكلمه دي، بقول ان ربنا وفقنا. انا حاسس ان الناس دي اللي ربنا حط كل واحد في الدور بتاعه. انا مش بنقول احنا بقى قعدنا نفكر ونعمل لا، لكن لما تبصي على الفيلم ده اتعمل ازاي هتستغربي جدا. يعني احنا انا كلفت من اداره الشؤون المعنويه بفتره قصيره جدا قبل الحفله، وقالوا احنا السنه دي عايزين نعمل فكره مختلفه وعايزين نعمل فكره تخاطب الشباب وحقيقيه. يا استاذ حقيقيه وتخاطب العقل. يعني هم هنا في يعني حضرتك لو بصيتي هتلاقي ان الفيلم مليان مجموعه من الرسائل المباشره والغير مباشره. هو ممكن تبقى صعبه جدا يعني دراميا صعبه جدا ان انت تقدري زي ما بنقول كده تعملي حشو لكل هذه الرسائل في المشاهد الصغيره او في الفيلم الروائي القصير يعني. لكن احنا الحمد لله ربنا وفقنا عملنا حاجات رسائل من خلال الصورة او من خلال التعبيرات او من خلال اداء الممثلين العظيم طبعا. لكن ارجع لحضرتك والفكرة. واسم القرار جالي ازاي؟ والله هم الفكرة فكرة ادارة الشؤون المعنوية والناس فيها ناس للأمانة يعني فيها جنود مجهولين، وحضرتك كنت في الحفلة وشفتي قد إيه الناس عشان تشوفي هذا الكم والحفلة اللي بتحصل على الهوا دي اللي بتشوفها في ساعة ولا ساعتين مفيش غلطة بتحصل فأعتقد ده ما حصلش من فراغ. يعني مفيش حاجة عندهم بتحصل من فراغ. احنا كنا بنشتغل شبه 24 ساعة، ناس عايشة معانا 24 ساعة. احنا كنا طبعا المدنيين او الجزء المدني في الحكايه كان يعني مستغرب الحكايه شويه. او يعني انا عايز احكي لك مثلا مشهد للعظيم او موقف يعني للعظيم الاستاذ احمد فؤاد. احنا كنا من المفترض بنصور مشهد بالليل، احنا كان الوقت ضيق جدا، بنصور مشهد في اول الليل وهو عنده مشهد نهار. وكان لازم نصور ليل في نهار، وهو الراجل يعني عشان الوقت والالتزام. فهو الراجل كان بيتعب مننا جدا، يقول لك ادوني راحه يعني 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 الصبح جه خالص هو فصل مننا خالص وقال انا خلاص فصلت. قلنا له خلاص، فانا خلاص قررنا ان احنا نعمل فركش عشانه يعني. قال لا انا هكمل وكمل معانا تصوير يوم نهاري تاني. فهم زي ما بقول لحضرتك يعني من بدايه الفكره برضو ارجع تاني، هم الناس فكروا السنه دي عايزين يعملوا حاجه مختلفه. فهم قالك احنا عايزين نعمل حاجه تربط الماضي اللي هو اكتوبر، احنا ما بنتكلمش عن اكتوبر بس، والحاضر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والمستقبل اللي هو قراره ده. وطول الفيلم بيبرر قراره انه عايز يسيب البلد ويمشي لانه مش شايف نفسه، مش شايف مستقبله. فهو برضو نظر هو في فكره هنا برضو انا حابب اوضحها. احنا في الفيلم لان في بعض عشان بس مش يعني مش عايز الناس تقول ان احنا ضد السفر او ضد سفر الشباب، لا احنا مع سفر اللي طالع يشتغل او اللي طالع يدرس او اللي طالع لهدف. هو حتى صاحبه بيقول له انت مسافر فين؟ على القهوه قالها له. قال له انت مسافر. ممكن يا شباب نحاول نجيب اللقطه دي على القهوه وهم قاعدين، واحد من صحابه بيقول له لو انت مسافر تدرس او عندك شغل وعارفه يعني عارف انت مسافر على ايه مفيش مشكله، بس انك مسافر كده وخلاص
يعني لو دورنا على اللقطه دي لان فعلا النقطه دي مهم فهو بيتكلم عن المستقبل فهو بيقول له انا مسافر والسلام يعني انا مسافر وخلاص زي فالحاله اللي احنا حبينا نرصدها مش حاله واحد عايز يسافر عشان يبني مستقبله هو حتى هنا بيقولها بخجل هو دايما لان هي الحكايه بتاعتنا او التيمه بتاعتنا احنا بنتكلم على التطرف في القرار والتطرف في القرار ايكوال او يوازي التطرف الديني والتطرفات الاخرى يعني ففي ناس كتير جدا او في ما بتقدرش تفرق ما بين المغامره الغير محسوبه او القرار فبيبقى واخد مغامره غير محسوبه اقول لك دي قرار المسميات بتختلط عند بعض الشباب فهو هنا كان واخد مغامره غير محسوبه مغامرته ان هو اوريدي شغال ومبسوط ومهندس وعنده اصحابه ومهندس ووالده ظابط ووالده ظابط واخوه ظابط يعني وعايش عيشه كويسه يعني هو قاعد في بيت كويس وقاعد في وسط اصحابه وخاطب في نفس الوقت وعايز يقرر هو شايف ان امكانياته لا تستحقها البلد يعني وخلينا نبقى واضحين وصرحه دي حاله موجوده اوريدي يعني انا اعرف شباب بنفس الحاله دي هو شغال وتيجي تساليه هو شايف الدنيا كلها سودة في مش يقول لك يا عم المشروعات دي مش ليا طب في مثلا شاب يقول لك والله انا ذنبي ايه ان كل هذه الاصلاحات تحدث في عمري انا يعني انا مع الاصلاحات بس ما تحصلش كلها في الفتره بتاعتي يعني انا شايف ان هي نظره انانيه حتى هنا البنت بقى بتطلع بتقول لهم يعني اللي هي من المفترض الطفلة اللي هي بتربط كل الأجيال دي ببعض اللي بتجري من الفيلم وبتطلع لنا على المسرح بقى دي كانت رهيبة اللقطة دي كانت سقفنا فيها يعني حلوة يعني والبنت كمان اختيار البنت كمان كان هادي قوي وجميل ربنا وفقنا فيها جدا يعني فهنا البنت بقى هي وجودها في الفيلم من المفترض ان هي بتربط كل الناس دي ببعض الماضي الاب والجد بالمستقبل بيتمثل في الجد يعني احنا دايما عندنا هتلاقي في كل العصور وفي كل الدول هتلاقي في خلاف ما بين الماضي والحاضر ما بين الناس شايفين اذا كان في ناس بتهمش ادوار ناس او في ناس شايفه ان في قرارات اتخذت كانت من الممكن تبقى في قرارات بديله زي ما حصل يعني انت يعني انا لو هنقعد نتجادل مع اي حد دلوقتي سواء رافض او غير رافض لو قلت له قرار تاميم قناه السويس كان صح ولا غلط هيقول لي ايه دلوقتي في الوقت الحالي دلوقتي هيقول لك صح هيقول لي صح مليون في المية في لحظه اتخاذ القرار في كان في كان في جزء كبير جدا من الشعب وخاصه لما حصل العدوان الثلاثي على مصر قال لك طب واحنا ده سبب احنا ما كناش خدنا القرار وما خدناش خدنا مش عارف ايه في قرار حرب اكتوبر كانت في ناس شايفه وزي ما الرئيس قال الرئيس قال كل المؤشرات بتقول ان احنا مستحيل وكتاب كبيره كتبت واتكلم على مقال الاستاذ هيكل ان هو بيوصف حاله العدو وحالتنا او وضع العدو ووضعنا يعني في الوقت ده لكن القرارات دايما لما تبقى محسوبه زي مثلا القرار بتاع وبرده فكره اللواء باقي لما الفكره بتاعته ما هي برده قرار يعني انت النهارده لما تيجي تدوري لانه قرار بناء على حاجه محسوبه ومدروسه عملوا دراسه عليها وبعتوا جابوا وعملوا حاجات وبتاع صحيح. عشان يوصلوا لفكره طب هنطبق ده ولا ما هنطبقش ده كان قرار انت فاهمه قصدي فهو فكره دايما انا قراري دلوقتي ان انا اتفرج على حضرتك او ما اتفرجش على حضرتك ده قرار برضه ده هيبقى نابع من فكره انا عايز ايه يعني اي حاجه في الدنيا بتبقى قرارات بس في حد بياخد قرار مشوش او في حد بياخد قرار بلا معنى وفي حد بياخد قرار مدروس هو عارف هو بيعمل ايه طيب لقطه الاصحاب اللي كنا بنتكلم عليها اللي قاعدين مع بعض على القهوه بيتكلموا والاثنين بيحاولوا يفهموه انه قرارك ده متسرع وانه زي ما كنا بنقول كده لو انت مسافر على حاجه انت عارفها وده يبقى ده قرار زي ما انت شرحت دلوقتي ده قرار لكن مسافر كده وخلاص وانت عندك كل حاجه هنا ومسافر لمجرد انك مش شايف مستقبلك في البلد او متضايق من الاوضاع متضايق من الظروف المعيشيه يبقى ده ممكن يبقى يعني شيء غير محسوب تعال نشوف مع بعض الجزء ده من فضلك ونرجع عشان انا عندي هنا سؤال برضو مهم جدا متابع خلاص يا خالد ها مسافر بكره ان شاء الله على طول كده يا خالد مش تحسبها الاول يا صاحبي يا عم نادر يحسب ايه بس هو اللي بينتحر بيفكر ولا بيحسبها بقول لكم ايه انا فعلا مكفيني انا جاي اودعكم واقعد معاكم شويه يا عالم الوشوش هتتقابل تاني ولا لا
يا عم فضل الله ولا فارق، ايه اللي بتقوله ده؟ والله يا عم خالد كلنا فينا اللي مكفينا، عشان كده لازم نسمع بعض، عشان يا حبيبي احنا اصحاب. يعني لو ما سمعتناش هتسمع مين؟ اقسم بالله العظيم انت بتقول اي كلام، عشان انت نفسك لو جات لك ربع فرصه بره البلد دي هتسيبها وتسافر عادي. لا يا خالد، انا لا يمكن اسافر واسيب البلد، ولا شرعي ولا غير شرعي. في حد عاقل يسيب اهله وناسه ويسافر؟ انا كفايه عليا ان انا بعمل هنا الحاجه اللي بحبها وانا في بلدي. اللي زيك يا خالد عمره ما هيحس اللي انا بحسه وانا بعلم تلميذ من تلامذتي حاجه جديده تنفعهم وتفيدهم. ما تعرفش انا قد ايه بكون فخور ان واقف في الفصل بعلم جيل جديد ازاي يبنوا بلدهم مش يسيبوها ويطفشوا. ماشي يا سيدي، خليك انت قاعد وسط تباشيرك وتلاميذك ومدرستك، وانا هسافر وارجع واليك قاعد زي ما انت ما وصلتش لاي حاجه. مش يمكن يحصل العكس؟ نفسي افهم يا خالد، لا انت مسافر شغل ولا دراسه؟ هتسافر كده والسلام؟ هسافر كده والسلام. طب بالذمه ده كلام؟ بقى مهندس شاطر زيك عايز يسيب البلد بعد ما بقى فيها بدل المشروع 100 ويمشي ويسافر ويدور على شغل من جديد؟ عندك حق. اللي انا اعرفه يا خالد ان انت كنت شغال في شركه كبيره ومحترمه، وبرده كان هيبقى ليك مستقبل كبير ومحترم، وانت اللي سبتها وبمزاجك. مستقبل ايه؟ انت عايز تقنعني ان انا في البلد دي هعرف اعمل مستقبل وكبير ومحترم؟ يا عم صلي. طب بص يا خالد، واضح كده ان انت مسافر من هنا وانت مغمض عينيك، عشان يا خالد الفرق بين هنا وهناك انك هناك بتمشي على قوانينهم وهم مش قوانينك انت. هتفضل طول الوقت خايف لحسن يطردوك، ده في حاله انك نجحت. انما بقى لو فشلت، وده امر وارد، هتتكسر وهترجع تاني يا خالد هنا بس وانت مكسور. وكده قفلت يا صاحبي. كده قفلت يا صاحبي. كده قفلت يا صاحبي. دي النقطه اللي كنت، دي الكلمه اللي عايز اسالك عليها. انت لو سافرت وانت مش حاسبها هترجع هنا بس هترجع مكسور. تحية. الجملة دي مش كتير بنسمعها من حد بيبقى بينصح حد يقول له فكر كويس قوي في قرار السفر ده او في فكرة السفر دي. الكسرة هنا دي اللي الصاحب حاول يشرحها لصاحبه، انت في تخيلك كده دي الشباب اللي قعدوا امبارح يتفرجوا مثلا ده ياخدوها ازاي؟ يفكروا فيها ازاي؟ مع انه ممكن يقول لك يا سيدي اسافر وانا طول اسافر اوروبا ولا امريكا ولا بتاع، بس اسافر بس ولا حاجه، وايه اللي يكسرني؟ اديني ابقى جربت سنه ولا اتنين وعشت حياه حلوه هناك وابقى ارجع تاني. هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. احنا عندنا قرى هنا في مصر، القرى دي بالكامل لو رحت فيها هتلاقي ثلاث ارباعها مسافر مثلا في فرنسا. يعني عندنا قريه في الغربيه وعندنا قريه في الفيوم، ثلاث ارباعهم مسافر وكلهم هجره غير شرعيه. اللي هو نفس القصه دي. لا بس هو هنا البطل مش هيطلع هجر غير شرعي. هو لا، هو هنا مش محدد، هو بيقول انا هسافر وخلاص. هو حتى بيقول له انا لا هسافر شرعي ولا غير شرعي، يعني الموضوع مفتوح. احنا ما قلناش هو مسافر شرعي ولا غير شرعي. بعدين واحد مسافر يعني هو باين كمان يعني الاتجاه لفكره الغير شرعي اكتر في الحكايه، لان هو بيقول له انا مسافر والسلام. اكيد اي حد مسافر لحاجه او لهدف بيبقى مسافر بفيزا ومسافر لدوله معينه ومسافر ومسافر على حاجه معينه. صدقيني صدقيني انا مش بكلم يعني مش بكلم في حاجه في الخيال، انا بكلم في وقائع حقيقيه هتلاقيها في ايطاليا وهتلاقيها في فرنسا، ان في شباب كتير جدا سافروا بلا هدف لمجرد ان هم يسافروا ويقلدوا ناس لمجرد التقليد يعني، وسافروا هناك وفشلوا، وضعهم صعب جدا هناك. واتناقشت الحكايات دي قبل كده كتير. صحيح. جدا صحيح. بس انا حابب اقول لحضرتك حاجه هنا. كان احنا بدأنا بالمشهد بتاع القهوة ده، يعني أي خلاف ما بين صحاب أو أي يعني أي حد بيختلف الأول مع أهله، لكن صحابه دايما بيبقوا مؤيدين لرأيه. فاحنا بدأنا بالصدمة إن صحابه أصلا رافضين. بس الصاحب قال له إيه؟ قال له إحنا عم صحاب عشان كده لازم نتكلم ونسمع بعض. ما بس ده هنا طريقة الكلام والتون بتاع الكلام بيقول إن هم أوريدي اتكلموا قبل كده كتير قوي. يعني هو بيقول له انت خلاص مسافر، يعني معنى ذلك ان انت خلاص، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. وابوه لما دخل له ما حصلش حوار قبلها قال له انت مسافر؟ لا، ابوه يعني جاي له بقى خلاص ده راجل بيحط شنطته، فمن المفترض قبل ما يجهز شنطته متكلم قبلها بشهر او بشهرين او فاتحهم او ففي حاله من الرفض، بس هو مش ورا دماغه خلاص بيقفل. فعشان بس الناس بتقول هو في الفتره القصيره، لان احنا يعني في حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدراما في حاجات رمزيه كتير جدا مش لازم اشرحها، هي تتفهم يعني. فهنا هو اصطدم، اول صدام كان مع اصحابه.
وده هي دي الحكايه بقى يعني. طيب. دايما حتى لو واصحابه الثلاثه سواء اللي هو قاعد شايف الموضوع او الضابط اللي كان رايح فهنا هنا هو اصطدم مع اصحابه في بدايه الامر. معنى ذلك ان هو مش على موقف صحيح لان ده اصحابه دول من المفترض هم مع بعض في الغلط وفي الصح. هو اصلا مصطدم مع اصحابه. فلما رجع لوالده خلاص هو يعني العنوان العريض ان هو الراجل ده واخد قرار مع نفسه. طيب الاب دخله خلاص هو صحابه ما عرفوش يقنعوه، قفلت يا صاحبي بس برضه ما عرفوش يقنعوه. ودخل عليه والده وقعدوا يتناقشوا مع بعض نقاش كده جميل قوي اب وابنه، وفضل الولد او الابن مقتنع ان هو يسافر. لحظة بقى تغير تفكيره ده لما بص له كده وقال له يا بابا انا قاعد، انا مش هسافر. هقول لحضرتك حاجة، هو الوالد هنا كان ذكي، كان ذكي ان هو دخله برمزية، هو ما دخلش بقى قال له، هو بيقول له جايب لك مراسك، فبص لقى ازازة فيها رملة، فيعني مراسي ايه اللي انت شوية رملة جايبهم لي، هو ده مراسي يعني. لكن هو جايب له مراسه الحقيقي يعني، مراسه المعنوي ومراسه التاريخي والرمزي وحاجات كتير جدا. ما هي لما احنا بنقول احنا بنحب ترابك يا بلد، ما مش معنى ان انا بنزل، هو ده تعبير رمزي. لما بنقول مش عارف بنحب تراب سينا او يعني مثلا، عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، ان فكره الرمله دي لو دخلت لاي قائد او محارب كان في اكتوبر او من اللي موجودين حاليا في سينا، وده تقليد موجود في الجيش، هتلاقي عنده رمله في البيت من سينا. دي حاجه يمكن سبب وجود الرمله، لان في ناس كتير جدا مش هتفهم الا العسكريين يعني هيفهموا المغزى بتاع الرمله هنا. صحيح. فهتدخلي اي بيت عسكري حارب في اكتوبر عنده الرمله دي. يعني هقول لحضرتك على حاجه، انا مره كنا في سينا وقابلنا ست عجوزه جدا وحضره الحرب يعني، وكانت من 67 وبتاع، فكانت عندها صندوق، وصندوق ودي مواطنه عاديه جدا يعني، عندها صندوق، ومن ضمن الحاجات اللي بيحطوها الستات الكبار في الصناديق بتاعتهم بيحطوا بقى الحاجات اللي هي الذهب والخلاخيل والحاجات دي. فحاطت ابنها قال لنا ان عندها رمله خدتها من جندي مصري لما حصلت الحرب بتاعت 67 وكان بيتراجع، فقال لها خدي ده وانا هرجع لك تاني. ده منديل فيه شويه رمله، فهي الست احتفظت بالمنديل لحد في صندوق النهار. مقتنياتها الثمينه. فتخيلي هو ده بقى المواطن يعني، الست هتبص شويه الرمله. هنيجي بقى لو احنا بنتكلم بقى بالشكل العادي يعني، هنقول ايه يا عم انت بتديني يعني، كنت اديتني ذهب ولا تديني شويه رمل. فهو الراجل برضو اداها لها نوع من الرمزيه ونوع من ان هو الراجل قال لها انا هوفي بوعدي. وفعلا الجيش المصري وابطالنا في حرب 73 اوفوا بوعودهم للشعب المصري وللعرب كلهم ان هم حرروا ارضنا من الاحتلال يعني. فده هتلاقيه موجود، فكره الرمله دي هتلاقيها موجوده عند كل حد قائد كان في حرب اكتوبر. اللي كتب سيناريو الفيلم استاذ ناصر عبد الرحمن. استاذ ناصر عبد الرحمن. والاستاذ ناصر عبد الرحمن بالمناسبه، الاستاذ ناصر عبد الرحمن يعني بيكتب حاجات برضو دلوقتي خاصه بسينا، وهو بيقابل ابطال هناك حقيقيين في سينا، لانه هو راح زار عمل معاينات كتير جدا. لقى بالفعل فكره الرمله دي موجوده. رحت يعني سينا يا استاذ عبد الرحمن؟ حاجه هناك. واللي عايز اقوله لك بقى في فكره سينا، حتى اللي هو من المفترض الضابط اللي بيمثل الدور ده، من غير اقطع كلامك بس ده كان برضو سؤال مهم بمناسبه يعني كلامك عن الضابط هناك وتجربتك في سينا لما رحت. عندي حاجتين، عندي اخوه اللي هو في اول الفيلم خالص دخل يسلم على والده وقال له احنا كذا كذا ومسلم عليه عشان لازم يلحق بقى ينزل المهمه بتاعته، وعندي لما محمد عز الممثل اللي هو الابن يعني خلاص وهو نازل المفروض بيسلم عليهم وعدى الضابط سلم عليهم وبرده كان رايح المهمه بتاعته، صح كده؟ فانا عندي لا، ده الثاني كان كريم صاحبه، كان صاحبهم، مش ده كان كريم عسكري صاحب صاحب دول. ما انا بقول عندي الاول الابن اللي هو اخوه في اول الفيلم، وعندي صاحبهم اللي عدى عليهم وكده. برضه تشرح لي كده، تقول لي ليه دخلنا في الفيلم برضه الاثنين المجندين اللي رايحين سينا؟ دي دعمت الفكره في القرار ازاي؟ هقول لحضرتك، هو هنا والله مش عارف، حتى رامز كان عسكري برضه في نفس يعني رامز كان طالع بنفس اللبس اللي كان بيه في الجيش،
وكريم كان طالع بنفس اللبس هو محتفظ بيه حتى يعني دي الافرولات بتاعتهم هم. يعني دي الافرولات الحقيقيه بتاعتهم. والله العظيم انا بكلمهم اقسم بالله انا بكلمهم وما اعرف انا واحنا بنعمل كاستنج اه هو ده صح واحنا بنعمل كاستنج فبقول لهم انا شايف فلان شايف فلان في الدور ده فبكلمه بقول له يا رامز قال لي طب تمام انا جاي لك بكره اتقابلنا في اداره الشؤون المعنويه فلقيته جاي انا داخل عليه انا وصلت متاخر فدخلت عليه لقيته لابس كده فبقول له قال لي ده الافرول بتاعي ده الممثل قال لي انا خلاص قريت الدور وهو اسمه رامز امير رامز امير ممثل من الممثلين الشباب يعني اللي واعدين واعدين وده الافرول الحقيقي بتاعه وده الافرول الحقيقي بتاعه وكذلك كريم عبد الجواب برضه الافرول الحقيقي بتاعه فهي القصه كلها يعني هنا مثلا هم بيشوفوا البيان هو الراجل هنا بيدلله يعني شوفي حضرتك في حاجه هنا مثلا شوفي هو واقف فين والثلاثه واقفين فين شوفي الوقفه صف واحد هو الاول كان واقف وسطهم لما حصل البيان ده تقرب للبيان هم وقفوا مع بعض وهو واقف لوحده فهم دلوقتي بقوا واقفين ودي وده برضو رساله احنا بنقولها بالصوره يعني دائما انت لو عايز توقف لوحدك يعني هنا هو واقف قراره في كل حاجه لوحده لكن دايما هتبص تلاقي يعني مثلا زي الرئيس السيسي لما ضرب مثال بالشهيد المنسي والارهابي اللي اتقبض عليه في سيناء طبعا احنا كلنا كل الشعب المصري واقف في ظهر المنسي طبعا كل الشعوب العربيه كل الناس اللي بتؤيد الحياه وتؤيد بطل. الانسانيه أسطورة بتؤيد وقف. الاسطوره البطل احمد المنسي الراجل الثاني هو محطوط برضه لوحده في خانه إرهابي. مختلفه تماما فهو ده بقى وخلي بالك الاثنين كانوا في نفس الـ كانوا مع بعض وكانوا دفعه واحده وبرده هنا اختلافهم كان قرار ده واحد قرر ان هو يستمر ويحافظ على تراب بلده والتاني شاف ان هو خان فده كان قرار وده عنده نوع من التشوش في 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 القرارات او عنده نوع من التطرف في القرار زي ما او ضل الطريق زي ما وده بيحصل في كل يعني احنا مش بنقول وحتى الرئيس السيسي امبارح يعني هو بيقول ده كان في الجيش يعني يعني واحد بقى كان في المؤسسه العسكريه وهو بيوصي ابنائه الضباط ان هم يكلموا الناس اللي تحتهم قال لهم فهموهم ولازم تقروا وتفهموا الناس يعني ما تفهموش كده لا انت اقرا وافهم وفهمه يعني هو ما اكبرهمش قال لهم لا ده انا عايزكم تفهموهم كذا لا قال له انت اقرا وافهم وفهمه هل توقعت ردود الافعال على اولا ايه ردود الافعال اللي جات لك على الفيلم والله هي ردود الافعال زي ما حضرتك شفتي ان السيد رئيس مبدئيا جوه القاعه التسقيف كان ما شاء الله لا والسيد رئيس اصلا ما كانش مقرر ليه كلمه وهو يعني الفيلم استفزه جدا وقام قال الكلام بتاعه اللي هو قال قال ان انا عايزكم تستطعموا بقى حاجات من الرسائل اللي موجوده او القرارات فاحنا كنا بنتكلم على فكره القرارات ما اللي بيحصل دلوقتي في البلد القرارات الاقتصاديه اللي حاصله دلوقتي في البلد ما دي قرارات صحيح. لو جينا سالنا مش هتلاقي ناس كتيره جدا رافضه لمجرد الرفض لكن احنا لما هنيجي نقول بصراحه يا استاذ عبد الجواد في ناس رافضه لانها برضو تعبانه بصراحه ما ماشي ما انا تعبينة. انا مش على فكره يعني انا من الناس زي ما انت قلت كده زي ما حضرتك قلت كده من شويه قلت في ناس يقول لك يعني هو لازم الاصلاحات دي تيجي في وقتي انا لازم برنامج الاصلاحات ده يجي في شبابي انا في وقتي طيب انا هقول لحضرتك دي حاجه مشروع هقول لحضرتك لكن تفكر ازاي بقى وتقرر بعد كده انت هتعيش حياتك ازاي ده اللي لازم نتكلم فيه اي حد بيعمل نهضه حتى في حياتك انت الشخصيه النهارده انت لو قررت تبني بيت انا مش بدافع عن حد بالمناسبه انا راجل يعني لا اؤيد ولا اعارض بس انا بقول لحضرتك النهارده انت لو حبيتي تبني بيت الف ب هتتعرضي لازمه ما او هتحاولي ان انت تتخلي عن بعض الاشياء لمجرد ان انت تبني هذا البيت فاحنا دلوقتي في مرحله انت بتتكلمي في مدن جديده في كل المحافظات مفيش محافظه ما فيهاش مشروع وده نادرا ما كان يحدث في مصر يعني احنا كنا بنفتتح محطة مية كانت الدنيا بتتقلب دلوقتي احنا عندنا كل يوم مشروع بيتفتح يعني اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله خطوتك الجاية ايه وده سؤالي الاخير والله احنا شغالين على حاجة برضو كلفت بعمل جديد ان شاء الله ربنا يعني حاجة جديدة ان شاء الله هتعجب الناس وحاجة برضو تؤرخ للقصص البطوليه للشعب المصري هي حاجه سينما ان شاء الله وهتعجب الناس حاجه عن الاسطوره احمد المنسي ان شاء الله باذن الله يا ريت يعني انت عارف نفسي في ايه يا استاذ عبد الجواد انا نفسي اشوف فيلم واحد في الاسطوره احمد المنسي وفي الارهابي هشام الاشمعي ان شاء الله باذن حقيقي. الله باذن الله
كل التوفيق يا رب ليكم ان شاء الله، وشغل هايل وفيلم وصل للقلب امبارح، ودي اعتقد يعني ناس كتير قوي قالتها. بشكرك وكل التوفيق ليكم. مخرج فيلم القرار الاستاذ عبد الجواد ابراهيم، شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. هنطلع نشوف مع بعض ابرز احداث سوشيال ميديا، او ابرز ما شغل رواد سوشيال ميديا على مدار هذا الاسبوع. اكيد الكلام عن انتصارات اكتوبر كان يعني الشغل الشاغل لينا كسوشيال ميديا. بعدها على طول نرجع فقرتنا التانية النهاردة، كارت الفلاح هل هو بجد الخطوة الأولى أو اللبنة الأولى لإعادة الثقة كده بين الحكومة والفلاح المصري، وإزاي ده ممكن يحقق على أرض الواقع بعد تقرير سوشيال ميديا.